السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. معنا النهاردة مع الفيديو رقم 8 من سلسلة Virtual Labs بعنوان ECS for Security Training. الـ ECS أو الـ Access Control Server، سيرفر طبعا ده أنت تشتغل عليه في تراك الـ CCNA Security. هنتعلم النهاردة إزاي نسطبه على الـ VMware ونعمل له Access من على Windows XP HTTPS. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنتعلم طبعا ان احنا ازاي نسطب الاي سي اس. نروح على نيو فيرتشوال ماشين، نروح على كاستم، ندوس نكست. دوس نكست واللينكس هنخلي الاوبريتنج سيستم لينكس، وهنخلي الفيرجن ريد هات انتربرايز لينكس 5. ريد هات انتربرايز لينكس 5. نكست. وهتحط ال VMA فين؟ هنحطها طبعا في ملف ال VMs بتاعنا. نحط هنا ملف ال ACS server انا وكريته هنا، وهنسميه ACS server يا سيدي. نطلع next. طبعا انا كنت حاطط بس ايه VMA ACS على الملف ده، فمش هينفع احطه. ممكن اي فولدر تاني، ممكن مثلا نشيله، انا شلت اصلا ال VMA دي. نحطه مرة تانية. لا هنا ونحط ECS server، ندوس اوكي، نطلع next. والبروسيسور هنخليه 2 كور 2، وندوس next. هنخلي الرام 2 جيجا، next. هنخلي don't use network connections، ونطلع next. وهنخلي الهارد مثلا 86 جيجا، ونطلع نكست ونكست وفينش. طب ده كلام جميل جدا. بنروح على الـ virtual machine. انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتش الايزو هيا بتاعت الاي سي اس. هروح على use iso manage file، هروح على مكان الاي سي اس virtual apps tools. نروح على اي سي اس سيرفر وهحمل نسخة اللي هي 5.4 ونروح على ادز عشان نضيف كارت شبكة نتورك ادابتر. هنخليه على custom specific virtual network، هنحطه على VMnet 5 ونطلع finish وهندوس اوكي. بس كده دي الكونفجريشن الأساسية في ال VMware بتاعت الـ ACS. ندوس power on ونبدأ نسطب الـ ACS. طبعا بندوس على الماوس جوه في الفي ام 100 وهناخد اوبشن 1 اللي هو السيسكو سكيور اي سي اس 5.4 انستاليشن كيبورد مونيتور. ندوس انتر. هو دلوقتي بيعمل بيحمل الـ ACS، دلوقتي بيعمل له بوت، ودخلنا دلوقتي في مرحلة الـ installation.
بس ايه الفول سكرين. طيب هو دلوقتي دخل في مرحلة اللودينج، احنا هنسيبه يحمل، هعمل بوز الفيديو وارجع لكم ان شاء الله في اول سكرين هتظهر قدامي، بحيث ابدأ ادخل الكونفيجريشن بتاعته. يعني فقط انا مش هعدي عليك خطوة بحيث تقف قدامها ما تعرفش انت هتعمل ايه، فانا بس هعمل بوز، هو هتسيبه بس يحمل بس ونرجع ايه مرة تانية. طبعا احنا كل ده لسه في مرحلة تسطيب ال ACS. هو التوتال باكجز اللي بيسطبها المفروض 407، هو لحد دلوقتي عمل 177، فاضل كده الريميننج 230. وزي ما بيقول لك هنا ان التسطيب بياخد في حدود نص ساعة او 5 دقايق كده مثلا. اهلا بيكم مرة تانية، هو دلوقتي خلص تسطيب ال ACS. بس مبدئيا بس قبل ما نتكلم هنعمل ايه دلوقتي في المرحلة دي، انا في الجين اس 3 عامل اللاب ده، عامل راوتر موصله على كارت لوب باك عشان يطلعني على الانترنت، سويتش عادي خالص مش سيسكو ستاندرد، موصله بوست 1 ده ويندوز اكس بي، وموصله بالاكسس سيرفر الاي سي اس سيرفر. الاي سي سيرفر هنا متوصل على كارت في ام نت 5، انا موصله عشان كده انا مسطبت ووصلت على كارت في ام نت 5، وال ويندوز اكس بي متوصل على في ام نت 4. بس كده ده اللي محتاجين نعرفه. يعني يا ريت تكريت اللاب ده عندك اوكي وتطلع الاجهزه دي على الانترنت. طبعا احنا خدنا في فيديوهات اللي فاتت في الدروس اللي فاتت خصوصا في درس الجين اس 3 ازاي توصل اي نتورك برايفت عندك على الانترنت. المهم عندي ان انا عايز اعمل سبنت هنا اللي هي 10.0.0.0/24. يعني انا دلوقتي لو جيت عملت هنا شو اي بي انترفيس دو شو اي بي انترفيس بريف، طيب فاست ايثرنت 0/0 متوصل على 10.0.0.1 اللي هو النتورك دي. الاكس بي انا مديله ستاتيك اي بي 10.0.0.2، هدي الاي سي اس سيرفر 10.0.0.3. ده بس اللي محتاج تعرفه دلوقتي، يا ريت بس تكريت اللاب ده ونبدا نعمل الكونفيجريشن. نكتب هنا سيت اب تمام، ما تكتبش لوجن لا يوزر نيم ولا باسورد ولا الكلام ده كله، لا اكتب سيت اب. بيقول لك انتر الهوست نيم، دخل هوست نيم اي سي اس سيرفر، الانتر الاي بي ادرس، الاي بي ادرس هيكون 10.0 تمام، نشغل بس النم لوك 10.0.0.3. انتر النت ماسك 255.255.255.0، الديفولت جيت واي بتاعك 10.0.0.1، الدي ان اس الدومين بتاع الدي ان اس انا عامله عندي، يعني خلي بالك هنا في امر هنا انت بتدخله اسمه اي بي دومين نيم جراند مثلا دوت كوم، ده اسم الدومين مثلا اللي انا هدخله. في امر تاني تدخله في الراوتر اسمه ام تي بي ماستر، بس كده ده اللي يلزمك دلوقتي. نبدا بقى ندخل الاسم بتاع جراند دوت كوم ده هنا جراند دوت كوم. طب بيقول لك ايه البرايمري نيم سيرفر، الدي ان اس سيرفر بتاعك ايه 8.8.8 بتاع جوجل. عايز سكندري؟ لا مش محتاج، انا كده كده اصلا مش هحتاج اطلع على الانترنت. انتر ال NTP server، ال NTP ده اللي هو التايم بروتوكول، نتورك تايم بروتوكول، بروتوكول انت بتعمله على بتخلي مثلا راوتر كيشتغل ك NTP server، فبالتالي بيظبط الاجهزه الموجوده في النتورك على الكلوك او الساعه بتاعه الراوتر تمام. فانا هخلي ال NTP server هو الراوتر اللي هو 10.0.0.1. هل في سكندري؟ لا مفيش. التايم زون انا مش محتاج احدد التايم زون. اليوزر نيم ايه؟ انا هدخله مثلا احمد، وهدخل الباسورد
مثلا الباسورد ما ينفعش يكون containing اللوجن، يعني ما ينفعش الباسورد يكون فيه احمد. انا مثلا هكتب ACS upper case مثلا 1 2 3، ACS upper case 1 2 3. بيقول لك يعني لازم يكون في برضه lower case. مثلا احنا بنقول AC والS small 1 2 3، AC والS small 1 2 3. تمام، هو بيعمل دلوقتي تشيك على ال network connection. دلوقتي بيعمل installing ال ACS بعد ما دخلنا ال network configuration. طيب هو دلوقتي خلص، هو بيعمل دلوقتي لسه في مرحلة ال installation. هو طبعا تصطيب ال ACS طبعا رخم شوية في طول الوقت، بس مش كل اللي في الكونفيجريشن بتبقى سهلة جدا. دلوقتي بيكمل تصطيب الاي سي اس. طيب احنا نرجع بقى، يعني هو دلوقتي بس فاضل اللي هو دلوقتي بيعمل ريبوت. هنستنى بقى ايه اما يعمل ريبوت. اللوجن، اللوجن احمد. باسورد طبعا انت ما تنساش تشغل النم لوك، اي سي اس سمول 1 2 3. تمام، بتستنى طبعا على البرنامج شوية، على الـ ACS سيرفر شوية. مثلا show application status ACS. طبعا انت ممكن تستخدم ايه التاب show ACS، او ممكن تستخدم show application status ACS. ACS دي لازم تكتبها بنفسك، الكلمة دي لازم تكتبها بنفسك. بيقول لك please check again in a minute، فاحنا نضطر ان احنا نستنى شوية عقبال ما يخلص. بنروح على الجهاز ال XP. طبعا بنروح على start. معلق شوية. برومبت. نجيب برومبت سي اوكي. بينج 10.0.0.3 اللي هو الاي بي بتاع الاي سي اس. بينج عليه، يعني الاكس بي كونكتد على كونكتد مع الاي سي اس. بنصبر برضه شوية لحد بيقول لك دلوقتي في الابليكيشن انيشاليزنج، فبنصبر بس شوية لان خلي بالكو انا هخش ويب اكسس على الاي سي اس سيرفر من خلال ايه، من خلال ويندوز اكس بي. طيب نروح دلوقتي. شوف دلوقتي الابليكيشن يعتبر اتحمل، فاضل بس البروسيس بتاع المانجمنت والران تايم. نحاول نعمل اكسس. روح على الانترنت اكسبلورر. و
نكتب HTTPS، هنفتح تاب احسن. تمام، https://10.0.0.3. خلي بالك من الاس دي، يعني دخل هتدخل HTTPS. نفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، هيقعد بس شوية قبل ما يخش. نتقل بس ايه شوية بس كده، ايه نخلص. طيب طبعا لانه هيقعد كتير جدا، فالحل بالنسبة لي ايه؟ الحل يا سيدي، سبورت سكرين، هنعمل ريستارت للاي سي اس. ونصبر خالص لحد ما يجيب راننج في كله. تمام، طيب انا على فكرة عملت ريستارت للاي سي اس، وده عملت اللوجن ودخلت. نروح تاني، اعمل رانينج اهو تقريبا في كله، نفس الامر تاني، شو ابلكيشن ستاتس اي سي اس. تمام، كوش ويندوز اكس بي. Continue to this website. Launch ACS. تمام، بص يا معلم، اليوزر نيم ACS admin. تمام، الباسورد ديفولت. طب انا هكتب لكم الباسورد هنا في خانة اليوزر نيم عشان تشوفوه. الباسورد هو ده ديفولت من غير الاقواس. تمام، انا هكتب بقى الديفولت ده في الباسورد تحت. ديفولت هيطلب منك اما تيجي تعمل لوجن ان انت تغير الباسورد. اهو الاولد باسورد، ايه الاولد باسورد ديفولت، النيو باسورد اي سي اس 1 2 3، اي سي اس 1 2 3، ويندوز لوجن. خلي بالك الاي سي اس انا كاتب اي سي ابر كيس،
والاس لور كيس اللوجن. تمام. المرحلة اللي بعدها هطلب منك اللايسنس. طب اللايسنس اجيبها ازاي يا احمد؟ والله يا سيدي خش على اللينك ده. تمام. او هتجيب ماشي نخش على اللينك الاول. تمام. انا كل اللي عايزه منك تاخد اللينك ده كوبي، وهخش منه هخش عليه من ويندوز اكس بي، من ويندوز 8 انا اسف، نخش على فايرفوكس. بيست اند جو. هنخش بالاكونت، لازم يكون عندك اكونت على موقع سيسكو. تمام. يطلع لك طبعا الشاشة دي، تدوس في نص الصفحة تختفي. دوس كونتينيو تو برودكت لايسنس ريجستريشن. طيب هنجيب get other license. demo and evaluation. وهنجيب network management products. ACS control system evaluation. وندوس نكست. هندوس برضو النكست. بيقول لك ابعته على الايميل بتاعك. اوكي ماشي مفيش مشكلة. دوس اي اجري وذ ذا تيرم. تمام. تحت هنا دوس سبمت. ودوس داونلود. خلي بالك هو هيبعت لك هيبعت لك ده اللي يعتبر اللايسنس، وهيبعته لك برضو على الايميل بتاعك. اوكي طيب هندوس ستارت، او هنحدد بس مكانه نحطه مثلا في الديسك توب، وندوس ستارت داونلود. تمام. وهنروح على اوبن فولدر. طبعا احنا مش محتاجين بقى ايه، او هنخلي بس الصفحة دي. اوكي هندوس كليك يمين، نجيب اكستراكت هير. اوكي هو ده اللايسنس، ناخده كوبي. نطلع على بي سي 2 اللي هو ويندوز اكس بي، هناخده بيست. ونروح على الصفحة بتاعت الاي سي اس ونجيب براوز، وحدد الاي سي اس هنا اهو، ندوس انستول. دلوقتي طبعا اللايسنس ده بيديك 3 شهور 90 يوم. كده انا يعتبر خلصت. فاضل بس ملحوظة أخيرة، بنراجع برضو ان الاي سي اس انت بتهتم، بس خلي بالك ان انت تحط له رام 2 جيجا هارد 80، وتحط له بروسيسور، بروسيسور 2 كور 2، وتعمل الاوبريتنج سيستم على لينكس ريد هات 5. ما تنساش افضل نسخة انا شايف ان انت تشتغل عليها هي ال 5.4. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.